يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا كنت أحلف بالله كثيرا جدا، ولا أستطيع أن أحصي هذه الأيمان، ولا أستطيع التكفير عنها، فما الحكم في هذا؟ الحكم أنك تتوب إلى الله، تمتنع من الأيمان، تحفظ أيمانك، ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف دليل على الاستهانة، وجاءكم في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف، هذا يدل على الاستهانة باليمين. عليك أن لا تكثر من الأيمان إلا عند الحاجة، وتبر تكون بارا وصادقا. وإذا حلفت ألا تفعل أو تفعل شيئا وفعلته متعمدا فعليك الكفارة، وإذا كنت لا تعرف عددها تقدرها وتحتاط، وإذا كانت على شيء واحد يكفي كفارة واحدة، إن كانت على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة. نعم.